السلام عليكم. حطيت لكم هذا الفيديو على قبل الناس اللي عندها الكركير في السنان، مي كتفيق الصباح كتبغي تبروسي فمها كيسيل بالدم ولا كيعطي واحد الريحة خايبة. مشكل ماشي غير كيسيل بالدم ولا يعطي الريحة خايبة، مشكل تانية كتبقى تهرب اللثة على السنان شوية بشوية حتى كيوليو السنان كيتحركوا مع الوقت، تقدر كاع تحيديهم. الأحسن زوري الطبيب اللي قريب ليك وتغسليهم بهذه الطريقة، هكا طريقة زوينة وسهلة وما كتاخدش بزاف ديال الوقت وما كتكلفش ماديا بزاف، وكتربح سنان زوينين ونقيين. حتى في الماكلة كتاكل شي حاجة اللي هي نقية، ما كتصيفطش شي حاجة للذات ديالك اللي هي فيها ميكروب وفيها شي حاجة اللي ما فيهاش مذاق زوين. طريقة سهلة، وشكرا لكم بزاف على المتابعة ديال الفيديو، واللي بغى اي سؤال يخليه في كومنتير نجاوب عليه، واللي بغى نمرتي يدز البريفي ياخدها على راسه العين. مرحبا، الواتساب 24 ساعة 24 ساعة.